اليوم احنا راه في عرس اكثر ما هو مقابله عاديه، راه ديربي بعد توقف اللي دام سنتين مع كورونا نتمنوا من الله يرفعها علينا. بالنسبه للمقابله، مقابله تميزت بالنديه والجديه، النتيجه ما كتعكش لا ديفيرونس ما بين الفراقي بقدر ما كتبين بان لو نيفو راه بريسكو بحال بحال. كانوا شويه لي ديتاي، حنا كشباب اس في فريق اللي هو في طور التكوين، عندنا نسبه ديال التجديد وصلت 70% بالنسبه للاعبين، لان انتيغرينا الفئات الصغرى في الفريق. الحمد لله انا كعميد الفريق راضي على النتيجه ديال المقابله، واش كيدل على ان اسف ان شاء الله راجعه للمسيره ديالها بالفرق ديالها بجوج، المسيره ديالها لتحقيق الالقاب ان شاء الله في قريب العاجل ان شاء الله. بهذا المستوى اللي شفنا اليوم كنشوفوا ان كاينين وليدات، كاينين دي طالون، كاينين كفاءات اللي يمكن من هنا لقدام يعاودوا يحيوا المسيره ديال الالقاب اللي كانت في اسفي. بالنسبه للمقابله حنا وجدنا لها في هذا الاسبوع، حاولنا نخرجوا الدراري من داك الضغط ديال الديربي، حيت ملي تيكونوا جوج فراقي في مدينه واحده تيكون الضغط، حتى الريكبي حتى هو فيه الضغط حيت جوج فراقي، وجاتنا ضربه خطا مباشره اشتغليناها وفزنا بالمباراه. وكنشكر الدراري ديال ليكيب اللي تقاتلوا معنا وكنحييهم من هذا المنبر، وان شاء الله المقابله الجايه وكنلعبوا ماتش شاك ماتش، وهذا الماتش تربح والماتش الجاي ان شاء الله ضد الواسك نحاول يكون تاهو ديالنا. وشكرا.